السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ فكرة عن الفاير وول دي اللي هو بديل للاي بي تيبل. طبعا بأنظمة اللينكس او توزيعات اللينكس كانت معروفة مسبقا انها كانت تعتمد على الاي بي تيبل في كجدار ناري، لكن الريد هات 7 والسنتوس 7 ضافوا شيء اللي هو الفاير وول دي. فلذلك انه احنا لما نقرا الفايروال دي مفروض يكون عندنا الاي بي تيبل ديزيبلد. بالنسبه للنسخ السنتوس والريد هات بعد الاصدار السابع، اضف الى ذلك الفيدورا بدات تستخدم الفايروال دي. زين، شنو هو الفايروال دي؟ هو بديل للاي بي تيبل انترفيس، كذلك انه يعمل كونكت لكل الانترفيسز ويعمل لها فلترينج. زين، طبعا مبدئيا هي عملت امبروفمنت للسكيورتي رول مانجمنت بإضافة نوع من الكونفيجريشن اللي هي توقف آلية الربط. طبعا ما بدك تنتبه لهذا، هذا مجرد بعمل كنترول سي اوكي كلير. زين، هذا انا امكنك حاليا مع السيرفر سنتوس، تلاحظ انه في كركوك. اوكي، فكيف نعرف انه الفاير وول دي يعمل؟ اوكي، حتى نعرف او نتاكد من الفاير وول دي يعمل، نكتب سيستم سي تي ال، سيستم سي تي ال ستاتوس فاير وول دي، انتر. اوكي، الفايروال دي نلاحظ هنا انه بيعمل اللون الاخضر، وهنا بيظهر لنا اكتف رانينج، ما عندنا اي مشكل. اضف الى ذلك اضافه الى هذا الكود، اكتب هذا الكود عندك سيستم سي تي ال ستاتوس فايروال دي، هذا الكوماند يعمل لك تشيك لحاله الفايروال اذا كان يعمل. اضف الى ذلك في عندك كوماند اخر، هذا الكوماند اللي هو فايروال firewall cmd space ناقص ناقص state enter. لاحظ هذا حيظهر لك بشكل ألطف انه running، اي بمعنى انه عدنا الفايروال دي بيعمل. اذا في عندك كوماندين ممكن تستفاد من عندهم في تحقق من انه الفايروال دي يعمل. إذا ما كان يعمل firewall دي حيظهر عندك هنا كلمة not running. running بمعنى أنه يعمل، إذا ما يعمل راح يظهر لك not running. أضف إلى ذلك أنه أنت في ناس تحب أنه تعمل forwarding للآي بي. حتى تعمل forward للآي بي مفروض تعمل edit إلى، خلنا ندخل sudo nano etc slash شو كان الكوماند sysctl.conf انتر، نذكر الباسورد انتر. جميل جدا، هنا حتى نعمل اكتف للفورورد للاي بي الاي بي فيرجن 4. وينك انت؟ وين الرول؟ اوكي اوكي بيكتب. جميل جدا، هنا عدنا شو اوكي هو بيشتغل. اوكي، كل اللي نحتاج نضيفه net dot ip version 4، هذا dot ip underscore forward for word اوكي يساوي 1، هذا اللي انت تحتاجها. بعد ذلك تعمل control x yes enter. إذا بهالحالة احنا فعلنا الفورورد للآي بي. أضف إلى ذلك أنه في الفايروال فيما مجموعة نوع من المانجمنت، خلينا نقول أنه نوع من المانجمنت اللي هم يسموها زون مانجمنت، أي بمعنى إدارة المناطق. هذا خلينا نقول مبدأ جديد في داخل الفايروال، انه مبدأ انه يعمل الخدمات على شكل مناطق، على شكل زونز، بانه كل النتورك انترفيس ممكن انه يكونون بال
الزون الافتراضي او الزون الاساسي. طبعا انت كبدايه حيكون النتورك اللي عندك الانترفيسز حيكون بالزون الافتراضي، او فيك انه تعمل ديفايد، انه تقسم الى مجموعه من الزونز بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على الليفلز، انه تكون تراستد موثوقة بيها او غير موثوقة بيها. طبعا هنشرح هذا الشيء، وكذلك انه انت ممكن تسمح او تمنع الترافيك بالاعتماد على من؟ بالاعتماد على الزون، أي بمعنى أنه تعمل مجموعة زونز، هذه المناطق أنه في مناطق تسمح بها الترافيك، في مناطق تسمح فيها الترافيك، يعتمد على شنو؟ يعتمد على الكونفيجريشن اللي رح نعمل بالفايروال دي. بدون أي كونفيجريشن، بدون أن تعمل أي كونفيجريشن، كل شيء، كل المناطق حتكون وين؟ حتكون أوتوماتيكيا افتراضيا حتكون وين؟ حتكون في البابليك زون. طبعا اذا انت كان عندك اكثر من نتورك انترفيس، في هذه الحاله حتنتقل من الزون مانجمنت، تحتاج انه تعمل سورس مانجمنت، وهذا الشيء ايضا راح نجي نشرحها شو هو السورس مانجمنت، وطبعا هذا كيف راح نكون قادرين على انه احنا نمنع ترافيك التنقل بين الزونز، اي بمعنى انت عندك زون اي زون بي، كيف انه تحمي ترافيك انه عدم ينتقل من الاي الى الزون بي وبالعكس هكذا. زين، حتى نقدر ناخذ فكره انه كيف نتاكد انه الديفولت زون اللي عندنا في الفاير وول على اي اختيار مخصص. بهذه الحاله هستخدم الكوماند اللي هو فاير وول فاير وول سي ام دي، اوكي، ناقص ناقص جيت default. I think like this. نكتب default zone. خلونا نتأكد default zone شو هو راح يكون. لاحظ مثل ما ذكرنا انه في البداية كل الزون بدون ترتيب، بدون انه يحتوي على اي configuration كسيرفر اول مرة تنصبها، حيكون في public zone. اذا بهالحالة بهذا الكوماند ممكن انه احنا نعرف default zone لهذا السيرفر بهذا الكوماند. هذا ايضا الكوماند سجله عندك. جميل جدا، خلينا نشوف التايم 7 minutes، نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.